بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. إن شاء الله في سلسلة مقاطع قادمة راح نستعرض القواعد الموجودة في منهج سوبر جول 1 الخاص بالصف الأول المتوسط للطلاب والطالبات. راح نستعرض إن شاء الله في كل وحدة القواعد الهامة الموجودة في هذه الوحدة، ما أحل بعض التمارين الموجودة في الكتاب، وأيضا بعض التطبيقات العملية في نفس المقطع، واللي راح تكون إن شاء الله موجهة إليكم بحول الله. So let's start talking about unit 1. So we will start with page 11. رح نبدأ بالصفحة 11 اللي فيها السؤال والإجابة عن العمر. Age، العمر. If you want to ask about age, we usually start with the question tool how old. عادة نبدأ السؤال إذا كنا نبغى نسأل عن عمر ب how old. بعد ذلك نحدد الضمير اللي راح نستخدمه. فعلى سبيل المثال لو كنت راح أسألك أنت I will say you، ولو كنت راح أسأل عن عمر جماعة من الأشخاص I will say they. So you or they، هالضميرين you and they come with verb be are، يجوا عادة مع الفعل المساعد are. إذا كنا نسأل فنحتاج أن يكون are قبل you or قبل they، فراح يكون السؤال لو كنت أسأل عن عمرك أنت how old are you. So this is the question about your age، هذا سؤال عن عمرك أنت. لو كنت أسأل عن عمر أشخاص فراح استخدم ضمير they ويكون مسبوق ب are، فراح تكون السؤال how old are they. بينما لو كنت أسأل عن عمر واحد معين أو عمر شخص معين I will use he، ولو كنت أسأل عن عمر بنت أو فتاة I will say she. And these two pronouns، هالضميرين she and he come with verb be is، وعادة يجمع الفعل مساعد is اللي يكون دائما في السؤال قبل he or she، فراح يكون is he or is she. وطبعا في البداية بتكون how old، فراح يكون السؤال إذا كنت أسأل عن عمر واحد راح أقول how old is he، وإذا كنت أسأل عن عمر بنت how old is she. So بشكل ملخص، if you want to ask about age راح تبدأ ب how old إذا كنت تبغى تسأل عن عمر، بعد ذلك تحدد إما are or is على حسب الضمير راح تستخدمه. فلو كنت راح أسألك أنت راح أقولك how old are you، ولو كنت راح أسأل عن شخص راح أقول how old is he for example. So let's see some examples، خلنا نشوف بعض الأمثلة والإجابات على هذه السؤال. So for example if I want to ask you، لو كنت راح أسألك أنت I would say راح أقول how old، this is the beginning، هذه بداية السؤال. then بما أن راح أسألك أنت you، فالضمير الضمير you عادة نقول قبله فعل مساعد are، فراح أقول how old are then the pronoun you، how old are you. بما أني أنا أسألك فأنت لما تجاوب راح تقول مثلا لو كان عمرك 15 years old، بما أن أنا أسألك فراح تقول I'm 15 years old. I'm، ليش قلت I'm؟ لأن السؤال موجه إلي أنا، فراح أتكلم عن نفسي. So I would say I'm 15 years old. لكن لو غيرنا الضمير الموجود في السؤال، فعلى سبيل المثال لو كنت أسأل عن عمر أشخاص I would say how old، الضمير راح يكون they ويكون مسبوق بالفعل مساعد are، فراح يصير السؤال how old are they، والإجابة راح ناخذها من نفس السؤال. بما أن استخدم ضمير they لنسأل عن مجموعة من الأشخاص، أيضا إجابة راح تكون عن مجموعة من الأشخاص، فراح استخدم ضمير they، وفي الإجابة راح يكون they متبوعا بالفعل مساعد are، بعكس السؤال اللي يكون فيه are عادة قبل الضمير. So I would say، فراح تكون إجابتي 15 years old، وراح تكون بداية الإجابة they are أو نختصرها they're 15 years old. أيضا خط الضمير they من السؤال نفسه لأنه سألني عن أشخاص، فراح أستخدم نفس الضمير they وبعدين أستخدم فعل مساعد are ونختصر they're 15 years old. For example if I want to ask about age about someone، لو راح اسال عمر عن شخص فراح اغير الضمير الى هي، وايضا راح يكون مسبوق بالفعل مساعد اذا ما قلنا قبل شوي. So we would say، راح نقول how old is he. In this answer we will use the pronoun he، راح نستخدم في هذه الاجابه الضمير he لانه الموجود في السؤال لانه يسالني عن شخص، فراح اقول he وراح يكون بعده الفعل مساعد is، فراح يصير he is 15 years old او اختصره he is 15 years old. Old. So this is about the age and how can we ask and answer and how can we form questions and answer those questions. كيف نكون السؤال وطريقة الإجابة عن هذا السؤال. At page 11، صفحة 11 عندك تمرين C، exercise C، ask and answer in groups
of three. هذا تطبيق إلى الحوار بين شخصين أو أكثر. على سبيل المثال راح تسأل شخص how old are you, he would say I'm, راح يكتب عمره في الفراغ, I'm 15 years old for example. How old is, وتختار إما he or she, داك تسأل عن شخص يقول how old is he أو how old is she, لو كنت تتكلم عن بنت أو تسأل عن بنت, وإجابتك راح تكون من نفس السؤال. فلو كنت سؤالك how old is he, راح تصير الإجابة he's for example 15 years old. How old is she, she's 15 years old. It depends on the question itself. يعتمد على نفس الإجابة, تعتمد على نفس السؤال. At unit 1 there's a grammar rule at page 12. في قاعدة في page 12 فيها ثلاث أقسام: possessive adjectives صفات الملكية, question words أدوات السؤال, and prepositions حروف الجر. نتكلم عن حرفين جر in, on, with dates مع التواريخ. متعرض إن شاء الله هذه الفقرات الثلاث بشكل مختصر. So let's start with possessive adjectives صفات الملكية. We have six possessive adjectives. راح نتكلم عن ست صفات ملكية. Number one is my, والعادة نوصف الأشياء أنها تكون ملكي أنا إلي, فأستخدم possessive adjective my يعني إلي. زي لما واحد يسألك what's your name, my name له اسمي, so you say my name. My هذا أوصف بالأشياء أنها تكون ملكي, so this is my name, هذا اسمي. For example here لو سألنا whose cap is this, إلى من هذه القبعة, هذا الولد يبغى يقول هذه قبعتي, so he would say it is, you can say my, then after my جيب الحاجة اللي توصفها هنا إليك. فعلى سبيل المثال هنا عندي cap, so it's my cap, it's my cap. Number two we have your, وهذا نسمعه في السؤال لما يقول what's your name يعني اسمك أو شيء إليك أنت. For example أقول it's your name, هذا اسمك. فلو سألنا for example في هذا المثال whose dress is this, whose dress is this, فهذا الولد يقول لها البنت it is your, يوصف هذا الفستان موجود إن إلى هذه البنت, فراح يكلمها يقول لها it is your dress يعني فستانك, it's your dress. Your نستخدمها للوصف ملكية إلى شخص معين أخاطبه, فأقول it is your dress فستانك, it is your book كتابك, it is your car سيارتك, and so on. What's your name, ما اسمك, and so on. Number three has, وهذا ضمير ملكية نستخدمه لما نوصف الأشياء إلى شخص. على سبيل المثال هذا الولد عنده هذا التيشيرت, فلو سألنا whose t-shirt is this أو whose shirt is this, I would say it is his shirt, his shirt يعني قميصه أو فانيلته. So for example it is his house, هذا بيته على سبيل المثال, he is his father, هذا أبوه, and so on. Number four, لما أوصف ملكيات الأشياء لما تكون إلى بنت, I would say the possessive adjective her, إليها, لها. فعلى سبيل المثال whose blouse is this, it is her blouse, it is her blouse. Whose bag is this, it is her bag, حقيبتها. She is her teacher, معلمتها. Number five we have there, وهذا صفة ملكية نستخدمه لما نتكلم عن ملكية أشخاص إليهم أو لهم. For example لو سألنا whose bags are these, إلى من هذه الحقائب, I can say their bags, their bags يعني هذه الحقائب إليهم أو لهم. Their bags, it is their house يعني هذا منزلهم على سبيل المثال, منزل هذه العائلة. So there نوصف الأشياء أن تكون ملكية أشخاص, أو أستخدم صفة الملكية there وبعدها أجيب الشيء اللي يملكه. Number five, our, ملكيتنا, إلينا إحنا. فمثلا لو سألنا الأولاد دولين whose bags are these, بيقولوا شنطنا أو حقائبنا, they would say, راح يقولون there our, إلينا, وش اللي يملكوه اللي هو bags, so there our bags, they're our bags. So our, إلينا, وشي بالحاجة لنملكها, بعد our, for example our book, our house, and so on.
So these are six different possessive adjectives. The first one is my, ملكي أو إلي أنا. ولازم يجي بعد my حاجة اللي أملكها. For example, my name, my house, and so on. Your, لما أقول لك أنت ملكك هذا الشيء, it is your pen, قلمك على سبيل المثال. His, لما أتكلم عن شيء يملكه شخص, فأقول it is his book, كتابه على سبيل المثال. It is her, لما أتكلم عن ملكية إلى بنت, إليها, لها. It is their house, لما أتكلم عن ملكية تعود إلى أشخاص, لهم, فأقول it is their house, على سبيل المثال. Our, الملكية تكون إلينا إحنا, فأقول مثلا this is our book, هذا كتابنا. So these are the possessive pronouns, هذه الصفات الملكية. لتطبيق راح أسألكم ثلاث إجابات. قبل لا تكمل المقطع, بعد ما أسألك وقف المقطع وأجب على السؤال, بعد ذلك شغل عشان تشوف إجابك صحيح أو لا. So for example, الشخص قاعد يأشر البنت يقول هذا كتابك. So what should he say, شو راح يقول لها؟ Number one, your book. Number two, our book. Number three, their book. وقف المقطع وشوف الإجابة. So the answer should be, it is your book, كتابك. يعني قاعد يخاطب هاي يكلمها, فيقول لها it is your book. Next one, مجموعة من الأولاد جالسين فيتكلم عن حاجة إليهم, هذا كتابهم على سبيل المثال. فهل يقولوا number one your book, number two our book, number three their book. Stop and answer the question. وقف المقطع وجاوب. Excellent. So they would say our book, كتابنا, لأن مجموعة من الأشخاص كم عن شيء إليهم. Next one, نفس الأشخاص لكن في واحد تكلم عنهم, يعني حاجة إليهم. So what should he say, إيش راح يقول؟ Your book, our book, their book. Please stop the video and answer the question first. Excellent. So the answer is their book, لأن قاعد يتكلم عنهم فيقول كتابهم, their book. So this is about the possessive adjectives. Now we will talk about the question words, كلمات السؤال أو أدوات السؤال. We have three question words, three question tools, ثلاث كلمات السؤال. The first one is what, وهذا عادة نستخدمه للسؤال عن أشياء أو عن معلومات. على سبيل المثال سؤال مشهور, what is your name, ما اسمك. إذا كنت حابب أعرف معلومة, I could start my question with what, أبدأ سؤالي ب what. For example, I can say what day is today, إذا كنت أبغى أعرف وش اليوم, I can say what, لأن أبغى أعرف معلومة. So what day is today. What is your name, ما اسمك. What is your name, أيضا بدينا بالسؤال what لأن قاعد أسأل عن معلومة معينة. Or I can say what's that, ما هذا أو ما ذاك. What is that. So this is the first question, what. The second one is when, متى. عادة نستخدمها للسؤال عن الوقت أو الزمن. إذا كان سؤالي يبحث عن وقت أو زمن شيء معين, راح أبدأ question with when, أبدأ السؤال ب when. For example, أبغى أسأل متى الفصل أو متى الحصة. So I can say when is the class, when is the class. Or I can say when is the test, متى الاختبار. When is the test. So this is when asking for time, نستخدم السؤال عن الوقت اللي بتجمعنا متى. The third one is how old, تعرفنا عليه قبل شوي, اللي how old, سؤال عن العمر. I can say for example how old, ما نسأل عن ولد هني. So I say how old is he. Or I can say how old, ما هني عندي بنت, فراح أقول is she. Or I can say how old, من عندي اثنين, so they, ويكون عادة قبلها are, فصير السؤال how old are they. So when I ask about age, لما أسأل عن عمر, عادة نستخدم how old. So this is about the question words, what, when, and how old. آخر شيء عندنا prepositions in and on, حروف الجر اللي تجي مع التواريخ, in and on. So in and on, prepositions with dates, نستخدم عادة مع التاريخ أو مع الأوقات. So let's talk about in, the first one. In usually comes with the month of the year, أشهر السنة. So for example, if you have January, March, April, May, and or any one of the months, أو أي واحد من أسماء الأشهر, عادة يكون مسبوق بكلمة أو بحرف جر. عادة يكون مسبوق بحرف جر in. فعلى سبيل المثال أقول I am traveling in May.
I can't say on me. I say in me. نحتاج preposition in because I have a name of a month. عندي اسم شهر. Or I can say I play golf in January. Or we start school in April. نبدأ مدرسة في شهر April. So I use the preposition in لأن عندي اسم أيضا شهر. So in with months of the year. On عادة نستخدم on with days of week. أيام الأسبوع Saturday, Sunday and so on. So if I have one of the days of the week, I use the preposition on. For example, I can say we start school on Sunday. هني قلنا on because I have a day. عندي اسم يوم. So on Sunday. Or I can say they watch on Friday. I don't say in. ما أقول in لأن ما عندي اسم شهر. I have a day. So on Friday. أيضا أستخدم on مع أسماء الأشهر لكن إذا كان متبوعة بتاريخ معين. For example, on July 4th. I play, for example, I play on July 4th. لكن لو جاء اسم الشهر بدون التاريخ يعني only July راح أستخدم in زي ما قلنا قبل شوي. On July 6th. On July 5th. On July 7th. On July 8th. هذه استعراض سريع للقواعد الموجودة في Unit 1. عندنا بعض التطبيقات في Workbook في كتاب النشاط Page 95 95. For example, Exercise G, Circle the correct possessive adjective. يبغاك تحط دائرة على ال possessive adjective مناسب في كل فقرة. For example, Number 1, Hello, my name is Sabah. What is You have two choices, your or our name. ما أنا قاعد خاطب شخص, my name is Sabah, فيسأل الشخص المقابل, what is your or our name. ما أنا يتكلم مع شخص, فراح يقول, what is your name. Number two, they are 18 years old. قاعد تكلم عن مجموعة من الأشخاص, they are, هم, 18 years old, your, their, Graduation ceremony is today. So قاعد أتكلم عن مجموعة من الأشخاص بداية الجملة they. فالشيء اللي يعود إليهم أو ملكيتهم اللي هو تخرجهم graduation اللي هو تخرجهم راح يقول عن their graduation لأن يتكلم عن حاجة إليهم إلى المجموعة من الأشخاص بدليل إنه في البداية قال they are. Number three A what are your names? So قاعد يسأل مجموعة من الأشخاص What are your names? أسماؤكم What are your names? B راح تكلموا عن نفسهم اللي يسألهم فراح يقولوا Their or our بشكل طبيعي راح يقولوا Our names يعني أسماءنا Our names are يحيى and عادل So our names ليش قالوا our لأن وجه لهم السؤال What are your names? ما أسماؤكم فلما يتكلموا عن نفسهم بيقولوا Our names أسماءنا Our names are يحيى and عادل Number 4 The boys are 10 years old قاعد تكلم عن مجموعة الأولاد The boys يعني ضمير they Your أو their Final test is October 7. So your final test or their final test. في بداية الجملة قال the boys are 10 years old. فقاعد يتكلم عن أولاد. فبيتكلم عن ملكية إلى الأولاد. فراح يقول their final test. يعني اختبارهم النهائي. Their final test is October 7. Number 5. Your clothes are so amazing. And your clothes are great too. ني قاعد أتكلم عن ملابس الشخص اللي قاعد أتحدث فيها أنهم جميلين. القسم الثاني من الجملة قاعد أتكلم عن أيضا ملابسهم أنهم أيضا جميلين. بدليل نضاف كلمة to في الأخير اللي هي نحن أيضا. So فيتكلم عن ملابسهم المتحدث. فبيقول our clothes are great. يعني حتى إحنا ملابسنا جميلين. So this is exercise G. Exercise H. Circle the correct question words. يبغاك تستخدم أداة السؤال المناسبة في السؤال بداية السؤال. So number one, how old? When is his brother? So is his brother? يعني كم عن أخوه? He would ask about his age. How old is his brother? يعني كم عمر أخوه? When هذا يسأل عن وقت في الجملة ما في أو السؤال ما في دلالة على الوقت. So we would use how old. Number two. When or what day is today? Day is today قاعد يسأل عن
واليوم ما هو اليوم سو يسأل عن معلومة زي ما قلنا سو وي وود يوز وات وات داي از توداي اتس ثيرزداي 3 ات از ماي 15th وات وين از ذا فاينل تيست بداية عطى تاريخ ات از ماي 15th بعدين يبغى يسأل عن الفاينل تيست اختبار نهائي سو فاينل يعني عرفنا اليوم التاريخ معين بس ما يعرف الوقت الاختبار او بداية الاختبار فيسأل عن وقت الاختبار سو هي وود سي وين از ذا فاينل تيست متى راح يكون الاختبار بما ان احنا اليوم 15th يعني اليوم 15 ماي مثلا سو وين از ذا فاينل تيست متى بيكون الاختبار نمبر 4 وات اور وين ار ذير نيمز سو نيمز مثلا اسماء So information معلومة فيحتاج إنه إذا سؤال what what are their names ما أسمائهم five last one when or what is date tomorrow date tomorrow يسأل عن تاريخ بكرة so the answer it is April 7th يعني يسأل عن تاريخ so what يسأل عن معلومة what is date tomorrow what is date tomorrow The last one, آخر تمرين في هذه الصفحة I write the correct word use in or on تحتاج أنك تستخدم in or on Number one, Saturdays هذا أيام الأسبوع أو واحد أيام الأسبوع Saturdays إلى أيام السبت So we would use on Two, Thursdays خميس من كل أسبوع So we would use on April قلنا أسماء الأشهر in Four, July 23rd هذا اسم شهر لكن متبوع بتاريخ so we would use on راح نستخدم ايضا اياه on number 5 march اسم شهر بدون تاريخ so we would say in march number 6 october 13th اسم شهر لكن متبوع بتاريخ so we would use on october 13th number 7 mondays ايام الاثنين so we would say on mondays ايام الاسبوع او اي يوم من ايام الاسبوع we say on Mondays, for example. The last one, number 8, November, we will use in, and we would say in November. بمعنى اسم شهر غير متبوع بتاريخ. يعطيكم الصحة والعافية. هذه كانت نظرة سريعة للقواعد الموجودة في Unit 1. أتمنى أن كان الشرح واضح. وإن شاء الله نشوفكم في Unit 2. أيضاً لاستعراض قواعد مهمة في Unit 2. يعطيكم الصحة والعافية. وأتمنى لكم التوفيق. ونشوفكم إن شاء الله في مقاطع قادمة.